متهمين حاليا في سجن العرجات اللي اتهموه بعض الاشخاص باللي هو خدام في شركه كيسرقوا السيارات. كيف يعقل ان هاد الناس كيخرجوا بتصريحات كيقولوا باللي هاد الناس سرقوا لينا الطوموبيلات ديالنا، وفي نفس الوقت كيخرجوا بتصريحات هما النيت كيقول لك راه لقينا السيارات ديالنا عند ابناك؟ السؤال المطروح فينا هو الموضوع ديال السرقه هنا، ومثال ان واحد السيده صرحات بالاقوال ديالها كتقول باللي سرقوا لي السياره ديالي بدون مفوض قضائي بلا حتى شي حاجه. والغريب في الامر انها هي في نفس الفيديو كتصرح بان وقيشه ديال استرجاع السياره ديالها كان حضور الضابطه القضائيه والشرطه، وكتصرح بفمها كتقول باللي لقيت السياره ديالي في البنكه واتبعت في المزاد العلني. فينا هو الموضوع ديال السرقه؟ انا كنعرف شي حاجه تسرقات انك ما كتعاودش تشوفها، ما كتعرفهاش فين كاينه. يعني مين كتمشي للبنكه وكتلقى السياره ديالك، اذا انك ما كنتيش كتخلص الاقساط اللي عليك، والبنكه استرجعت السياره ديالها اللي باقا في الملك ديالها. وهاد السيده هادي كاين فيديو كيتبت على ان وقيته ديال استرجاع السياره ديالها كان المفوض القضائي والضابطه القضائيه والشرطه، وهي متواجده معاهم، وكتهم الاخ ديالي باللي انه في الواقعه ديال استرجاع السياره ديالها انه انتحل صفه ديال المفوض والصفه ديال الشرطه والصفه ديال مولوكاسيو. كيف يعقل ان هاد السيده هادي كتصرح بهاد الاقوال هادو بان واحد السيد انتحل ثلاثه الصفات بوجود ضابطه القضائيه؟ راه لا يعقل هاد الشيء هذا. يعني هاد السيده هادي كتهم اتهامات كاذبه وخطيره، حيت هاد السيده هادي لقاتها ديال استرجاع السياره ديالها وبوجود ضابطه القضائيه، مشاو للكوميساريه هي والاخ ديالي والضابطه القضائيه اللي سلموا السياره للشركه، حيت ديك الساعه الشركه جابت لهم المحضر ديال المفوض القضائي وبالحكم. ومثال ان واحد السيد خرج كيصرح حتى هو بحضور واحد الاستاذ كيقول لك سرقوا ليه السياره ديالو، هو شاريها كاش، شاريها ب 11 مليون، وكان كيقول بانه كيتحدى هاد الناس هادو يجيبوا ليه حكم قضائي باسترجاع السياره ديال هاد السيد هذا. انا كنخرج الان كنوضح بانه كاين حكم قضائي باسترجاع ديال هاد السياره ديال هاد السيد هذا اللي كيقول انا مخلصها كاش. وهاد السيد هذا كاين صور كتدل على انه هو براسو كان كيخوي السياره ديالو من داكشي اللي فيها. ها هو فينا هي موضوع ديال السرقه، بانك انت مسلم للناس السياره اللي انت ما مخلص الكريدي ديالها وكتقول انا شاريها. ها هو كيفرغ السياره ديالو هنايا، يعني كون كان السيار وكيقول لك ان الشركه وهذا السيد هذا كان كيصرح بان السياره ديالو تسرقات وقفوا عليه 12 ديال الناس، وكاين صور كما دليت لكم كاين 5 ديال الناس فقط. يعني هذا السيد هذا كيصرح باتهامات كاذبه. بغينا نعرفوا شكون من مور هذا الشيء هذا بان خرج هذا السيد وكيقول وقفوا عليا 12 ديال الناس، وهما كاين صور كيوثقوا باللي كانوا 5 ديال الناس فقط. والخطير في الامر ديال القضيه ديال هذا السيد هذا انه كاينه واحد الصوره هو مع واحد جوج الاشخاص وقفوا عليه قالوا لي غنسترجعوا لك السياره ديالك، قال لهم بلا ما تسترجعوها عطاهم واحد القدر ديال المال بدون ذكر ديال المبلغ. من بعد اسبوع جات هاد الشركه ديال استرجاع السياره، جات معاها الحكم القضائي ومفوض قضائي استرجعوا ليه السياره ديالو. نضى هاد السيد هذا حس بالشمته، مشى قدم شكايه بدوك الجوج اللي عطاهم داك المبلغ ديال المال. واحد المده قصيره كنتفاجئوا بانه دار لهم تنازل. السؤال المطروح علاش دار دوك الناس تنازل؟ حيت من بعد ما دار لهم تنازل خرج قدم شكايه بلي تسرقات ليه السياره ديالو، وخرج قدم شكايه بشي ناس اللي هما في الاصل ما كانوش حاضرين في ديك الواقعه، كانوا باقي ما بداوش الخدمه مع هاد الشركه هادو. يعني هادو كاملين اتهامات باطله وكاذبه. بغينا نعرفوا السؤال شكون من مور هاد الشيء هذا، حيت جاوا العديد ديال الضحايا كيوجهوا تهم للناس بارئين لحد الساعه هادي ما تبتات فيهم حتى شي تهمه، كيقولوا بلي هادو سرقوا لنا السياره وهما لا في محضر ولا حتى في شي حاجه، وما كانوش حتى في الواقعه في لحظه استرجاع ديال ديك السياره، وما فقط كيوجهوا الاصبع ديال الاتهام ديال ان هاد السيد ديالنا الطوموبيل وان هاد السيد ديالنا الطوموبيل، وهو ما كانش متواجد نهائيا. يعني هاد الناس هادو
كيخططوا انهم يصفوا حسابات لشي ناس وحدة اخرين، ومشاو فيها رجلين بزاف ديال الناس اللي منهم الاخ ديالي. الاخ ديالي كما سبق لي صرحت كان خدام قانوني بوثائق قانونيه ودليناهم للقضاء، ولكن المشكل اللي طحنا فيه ان علاش الاخ ديالي باقي معتقل لحد الساعه هذه وخا طلبنا ليه صراح مؤقت، حيت ان النهار اللي تعتقل فيه من بعد يومين من تقدم لدى التحقيق عطينا الوثائق القانونيه باش خدام الاخ ديالي، ثلاثه ديال الوثائق. ناض المحامي اللي درناه النهار الاول داعي ديك الاسم ديالو قدم وثيقه للقاضي التحقيق كانت سالات في شهر 3، وسيد القاضي التحقيق كيبني على المعطيات اللي عنده، اكد على خويا باللي بصح كيسرق السيارات. السؤال المطروح الثالث، علاش هذا المحامي هذا ما دلاش بالوثائق اللي خويا كان خدام بهم حتى لشهر 10، بانه راه كان خدام مع شركه قانونيه تسترجع السيارات. وكنتفاجئوا من بعد اليوم التالي ديال خويا بدات عند قاضي التحقيق اننا لقينا هذا المحامي هذا جالس مع هاد الناس اللي شاكين بالاخ ديالي. هنا كنعرفوا ان هاد الناس هادو كيضغطوا على محامي على المحاميين باش انهم ما يثبتوش البراءه ديال هاد الناس اللي متهمين ظلما وعدوانا لحد الساعه هادي. وبغيت نشير لواحد النقطه اللي هي خطيره في هذا الامر، بغض النظر على هاد السرقه وبغض النظر على هاد انتحال صفه، ان هاد الناس هادو قاموا بواحد الجرم اللي هو خطير، انهم مشاو من مدينه سلا القريه سبق لي صرحت بها وتبعوا الاخ ديالي وطاردوه حتى لمدينه الرباط، وهما اللي اختطفوه واحتجزوه لمده جوج سوايع حتى ثلاثه السوايع، ناهيك عن الضرب والسب والشتم وواحد التهديد اللي خطير، وهذا الشيء كيخرج من الاقوال ديال الاخ ديالي حيت باقي لدابا ما استمعوا ليه حتى شي حاجه. وكاين فيديوهات كيدلوا على هذا الاختطاف هذا وعلى هذا الضرب هذا، حيت مشدودين ناس في دوك الفيديو كيفاش غنقول لك كيمسحوا الضرابين اللي فيهم، حيت انهم خويا قال لي بلي هاد الناس ملي كانوا كيضربوني بغيت ندافع على راسي، قال لي هاد الناس تعداو عليا، حيت هاد الناس كون كانوا الشرطه قال لي غنسلم راسي ليهم انايا، هاد الناس ماشي شرطه وماشي الضابطه القضائيه. بغينا نعرفوا شكون من مور هاد الشيء، ودلينا بوثائق ودلينا فيديوهات وصور للقضاء، وكنطالب من السي الحموشي من السي عبد اللطيف الحموشي ومن النيابه العامه من الوكيل العام، وكناشد سيدنا الله ينصرو يفتحوا تحقيق في هذا الامر هذا، حيت امر خطير، حيت هذه راه كتولي تجاره في البشر، حيت انك تشد واحد الشخص وكتخرج بالتصريح كتقول انا ما بيني وبين هذا السيد حتى شي حاجه، وانت مصيفط ليه تهديدات وكاين الدليل على هذا الشيء، كتقول ما بيني وبين هذا السيد حتى شي حاجه، وانت اللي غادي انت وثلاثه ديال الاشخاص معاك غادي ومختطفوا، راه لا يعقل هذا الشيء. حنا كنعرفوا ان القانون كاين في البلاد كامله الحمد لله، وبغينا القانون ينصف الاخ ديالي في هذه النقطه هذه، حيت هذه تجاره في البشر، انك تشد واحد السيد وتختطفوا راه لا يعقل، وانك تشد الناس هادو وتدلي باتهامات كاذبه ومضله للقضاء بدون حتى شي دليل بلا حتى شي حاجه، وتسجن بهم في السجن وتدور مع الدوره وتقعد تطالب بالفلوس تقول لهم عطوني الفلوس لاباش نطلق لكم هذا، عطوني الفلوس لاباش ندير لكم تنازل. وكاين دليل على هذا الشيء اللي كنقول انايا، حيت هاد الناس هادو تمادوا بزاف، تمادوا لا على الضابطه القضائيه ولا على الشرطه ولا على القضاء، حيت كيخرجوا باتهامات كاذبه وتياكدوا باللي تسرقات لهم السياره ديالهم، وهما السياره ديالهم البنكات اللي استرجعوهم، حيت كيمشيو كيلقاوهم عند الابناك. فينا هو موضوع السرقه؟ الدور ديالو نقول لك بالضبط، كيعطيو واحد الفيشي ديال اكسل كيبوانتي السياره لان بحكم استرجاع، وكيصيفط هذيك السياره للشركه، والشركه كتخبر واش انهم خاصهم يسترجعوا ديك السياره، الا كان عندهم الحق يسترجعوها كيصيفطوا له الحكم القضائي كيعطيه للمفوض كتنتهي الخدمه ديالو. يعني هو كان كيخدم المسائل القانونيه ديالو، مسائل القانون كيقول لك السرقه وكان سرقه هو غيمشي يطلع في الطوموبيل هو غيديها، اولا غيعيط للديباناج ويديها، والديباناج ما يمكنش يهز السياره دي الا ما كانتش الورقه الرماديه ولا ما كانش حكم قضائي. يعني فينا هو موضوع السرقه هنا؟ يعني هادو اتهامات كاذبه ومغلوطه، هي دي ان واحد السيد راه خرج بالتصريح كيقول بان بردات الغله ديالي ما نعرفش ان مدير الشركه تشد، وبان من عرف باللي الناس اللي خدامين في هذه الشركه تشدوا تيقول لك عاد ارتاحيت. وهاد السيد هذا 20 عام هو خدام في الدومين ديال ريكوفرمون ديال استرجاع السيارات، وخدام مع هذه الشركه بالضبط هادو،
كيف يعقل وان واحد الاستاذ كيصرح بانه هادي؟ انا كنطرح سؤال، انا دابا كنطرح سؤال على الراي العام وعلى الصحافه وعلى القضاء، ان الاستاذ كيقول جاب واحد شاهد اللي هو هذا المفوض السابق، وهذا المفوض عنده عداوه مع هاد الناس هادو، كيف يعقل انه جاب واحد السيد كيشهد ضد ناس عنده عداوه معاهم؟ بغيت نعرف واش في القانون كيخول له بانه يدلب الشهاده ديالو، وان الشهاده ديالو ماشي باطله ضد اشخاص عنده عداوه معاهم، واكد باللي عنده عداوه معاهم باللي قالك انا ارتحيت ما نعرفش انهم تشدوا. على حسب العلم ديالي ان حتى شي واحد ما عنده الحق يدلب شهادات او يشهد في موضوع فيه ناس عنده معاهم عداوه. انا كنطرح هذا السؤال وبغيت الاجابه ديالي. كاينين واحد كاين شي مواضيع اللي اخطر من هادشي ديال السرقه ديال السيارات، وكيكونوا شي ناس ارتكبوا جرائم ديال القتل وكيجي مدافع وكيجي محامين وكيدافعوا عليه. يعني كيف يعقل ان محامي غيرفض يدافع على شخص اللي باقي ما مثبوته فيه حتى شي تهمه؟ يعني هاد الناس هادو كيضغط لك، كيف قلت لك في الاول، كيبغيو يضغطوا على المحامين، حيت الاخ ديالي باقي لحد الساعه دي ما تافش به حتى شي تهمه، وان شاء الله غادي تبان البراءه ديالو. انا هادشي اللي كنقول عليه ادله، حيت قلت لك بغض النظر على هادشي ديال السرقه كاين عده خروقات، وبغينا نعرفوا شكون من مور هادشي. البراءه ديال هاد الناس هادو كاينه في هاد الخروقات اللي قاموا بها هاد اللي هما اللي خصنا، ما بغيتش نقول لهم عصابه حيت هادو سموا هاد الناس عصابه، حيت قاموا هاد الناس هادو بتخطيط كيفية ديال الزج بهاد الناس للسجن، كل واحد داروا ليه مكيده ديالو، ولحد الساعه ما عندهم حتى شي حاجه كتثبت باللي انهم تسرقوا لهم السياره ديالهم، اللي هو الموضوع اللي داير ضجه حاليا. عندي فيديوهات ديال الناس اللي ترجعوا لهم السيارات ديالهم كيقولوا تسرقوا لينا، وكاين فيهم مفوض قضائي وكاين احكام قضائيه، وكيخرجوا للاعلام وكيقولوا تسرقوا لينا السيارات ديالهم. هذه كتجيني انا سذاجه. وكاين واحد السيده كتخرج كتبقى تعطي واحد التصريحات اكدوا على المستوى ديالهم، لان المستوى ديالهم هابط بزاف. هو موضوع السرقه وهي ما عندهاش شي علاقه بالسرقه، كتقول لك الزوج ديالي. باقي لحد الساعه من سولنا حتى شي شركه ما قالت لك انني استرجعت لهذيك السيده السياره ديالها. يعني هنا كتاكد بان شي شخص من مور هذا الشيء كيقول لهم اجيو وشكيو وخرجوا للاعلام وقولوا تسرقت لينا الطوموبيل ديالنا. يعني هاد الشيء كامل مكيده باش ان هاد الناس هادو يتم الضغط عليهم من قبل الاعلام ومن قبل القضاء باش يبقاو في السجن هاد المده كامله. هادي جاتني واحد المكالمه هاتفيه نمره بريفي، قال لي راك كتلعب مع اللعب الكبير بعد من هاد الشيء هذا، وانا ما غاديش نسكت على حق خويا واخا ما نعرفش شكون اللي صوني عليا، وانا مستعد نتواجه مع اي واحد، نمشي لاعلى سلطه ويتواجهوا معايا ونتواجه معاهم بان خويا لفقوا لي هاد التهم هادو باش مشى للحبس. السيد باقي عنده 22 سنه وكيخرجوا بالتصريح كيقول لك عنده سوابق وكياكدوا عليها، وانا كنطالب بتحقيق في هاد القضيه حيت غنتهم هاد الناس هادو اللي كيخرجوا بهاد التصاريح الخطيره بان الاخ ديالي عنده سوابق عدليه. هو ما عندوش سوابق عدليه. انا كنطالب من القضاء ومن السي عبد اللطيف الحموشي ومن النيابه العامه ومن الوكيل العام ومن سيدنا الله ينصرو بان هاد الناس هادو قاموا بتخطيط لهاد الابرياء اللي كاين في السجن دابا باش انهم يصفوا الحسابات ديالهم، ومشاو فيها بزاف ديال الناس ظلما وعدوانا، كما شرحت لكم باللي شي ناس ما كانوش حاضرين الوقيته ديال الاسترجاع ديال السيارات ديالهم، غير جاو رموا عليهم الباطل باللي تيقول لك حاضرين. يجيبوا لي دليل بان كاع هاد الناس اللي شاكين، كاع هاد الناس اللي مشدودين دابا كانوا في دوك الاسترجاع ديال دوك السيارات كاملين. كنتحداهم انايا يجيبوا لي هاد الناس كاملين كانوا في كاع الاسترجاعات اولا كيف كيدعوا في هاد السرقه ديال السيارات ديالهم.